السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقولك ايه يا عادل، انت لازم تنزل وتروح للترزي تجيب منه الفستان الاسود بتاعي، بقاله جمعتين واخده، وبعدين 40 فردوس الله يرحمها بعد جمعة. حاضر يا ماما، بدل ما انزل واروح له انا ممكن بس اكلمه الاول في التليفون اذا كان رن. عادل عايزك في موضوع. حاضر، نمرته موجودة هنا يا ماما الترزي؟ مين جمعة الترزي؟ اه موجودة هنا، شوفها عندك. سيب الاندكس اللي في ايدك ده وشوف المصيبة انا واقعة فيها. عادل ثانية واحدة بس، مصيبة ايه يا سناء؟ بنتك قطعت لي كل الصفحات اللي انا مديها للولاد فيها سفر. طب ودي حاجة مضايقاك يعني؟ اه طبعا حاجة تضايقني، طبعا تضايقني، اما الحمسك حجة على العيال واذلهم ازاي يا عادل؟ جمعة جمعة جمعة، يظهر جمعة تاه في وسط الاسبوع باين. عادل عايزك في موضوع. ثانية واحدة بس اما اشوف عم جمعة ده. عادل خلاص، انا جون بابا مش قادره انا خالص، النور الاصفرات في الاوضه بتاعتي دي انا مش شايفه ان انا بيه حاجه خالص، انا عايزك تجيب لي فلوريسون كرواسون. ايه اللي انت عايزاه بدل؟ بص يا حمادي، المشكله مش في النور، المشكله في النظر، فممكن تعملي نظاره يعني عادي. مامي حبيبتي اهدي شويه كده بس، انا عايزاه في موضوع وبعدين هخليه يعمل لك كل اللي انت عايزاه. ابي عادل ايه ده، والنوت بطيء جدا يا ساتر. زقي ومش هيحصل حاجه، هيسرع تاني. يو يا ابي، ممكن لو سمحت تنزل للواد حماده هارد تفرمطه، لان انا شاكه ان الواد ده ساحب واصله لحد تاني. واصله لحد تاني؟ لا ده انا دافع له 25 جنيه في الشهر، انا مش هسيبه. يا عادل لو سمحت انا عايزك في موضوع. الترزي يا عادل الترزي. لا يا عادل الفلوريسو من فضلك. بنتك دي انا هقطعها لك حتت لو عملت العمله السودا دي مره تانية. بس حرام عليكم، حرام عليكم. عادل ده بتاعي انا، ما حدش يقرب له خالص. هو ايه هو ايه هو ايه هو تحول من ملكيه خاصه لملكيه عامه، ده جوزي انا وانا عايزه في موضوع. ابلعيه. ايه يا بنتي، وفي حد حيشك عنه؟ اشبعي بيه بالليه واشربي ميته. يا حبيبتي لو عمل خدمتات لاهلك ربنا هيبارك لك فيه. هيبارك لي فيه يعني ايه اللي هيحصل؟ هصحى الاقيه بقى اتنين مثلا. يا جماعه جيب مي تشانس تو كل مان. بقول لك ايه يا بنتي، يلا نخش جوه. يلا 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 يا بنتي نخش جوه. يلا يلا. عادل أيه. الحمد لله دخلوا جوه. ممكن من فضلك بقى احنا كمان نخش جوه عشان عايزاك في موضوع. يلا يلا. اعمل ايه اعمل ايه، انا مش عارف ارض البيت ده ازاي، الطلبات طول الوقت. يا عادل اعمل لكم ايه؟ يا بيبي يا حبيب قلبي هدي نفسك، انت شكلك راجع من الشغل تعبان، وبقى انت بترجع في البيت، بيتك يا قلبي لازم ترتاح. الله الله الله، ايه الدلع ده كله، انا مش متعود منك على كده. عايزه ايه يا رانيا؟ ايه يا حيط قلبي انت يا عمري يا قلبي، انت جوز يا حبيبي، اذا ما كنتش هدلعك هدلع مين في الدنيا؟ قولي يا بيبي، هي الست كده واجبها الانساني والزوجي انها تدلع جوزها وتشخلعه. ساعات تخلعه. عادل اوعى تقول حاجه زي كده تاني، فاهم ولا مش فاهم؟ ايه ايه عادل انت خفت ولا ايه؟ لا انا اقصد اقول يعني انا مش ممكن افكر في الموضوع ده خالص، ولا اصلا يخطر في بالي حتى بنسبه 1%. يا عادل انت مش عارف الموضوع ده ممكن يبقى بالنسبه لي ايه. بالنسبه لك يعني ان انا جوزك وما تقدريش تستغنى عني، ويعني متمسكه بيا وكده ولا ايه؟ يا شيخ روح، انا معناها كده ان انا بضيع كل حقوقي كامراه مطلقه. اه محكمه الاسره فتحت عينيك يا هانم. اثر ومن الاخر مس ارتواء. ايه ميس ارتواء دي؟ شرقت ولا ايه؟ افهم يا اخي، ميس ارتواء دي ميس بتاعت ياسمين في المدرسه، عامله حفله تنكريه ومن الاخر كده عايزه فلوس عشان اجيب لي ياسمين فستان اليس في بلاد العجائب. اليس؟ انا اجيب لبنتي فستان كانت لابساه واحده اسمها اليس؟ وبعدين اليس دي ممكن يكون عندها امراض جلديه، نعدي بنتنا معقوله يعني يا رانيا؟ يا سلام، دي حاجه دي يا استاذ، قولي انك بخيل وجلده ومش عايز تشتري فستان لبنتك يا بخيل. انا بخيل؟ انا خيري مغرقك انت وبنتك وامك واختك يا هانم. لا والله، وامك واختك برا الحسبه. ها يا حبيبي الله يرحم، لما رضيت بيك كنت كحته وفقيره على الحديده. حديده؟ انا عمري ما كنت فقيره على الحديده، انا طول عمري راجل اعمال ناجح على الحديده، لكن جوازي منك هو اللي عطلني يا هانم والتاريخ يشهد. وده كان امتى بقى ان شاء الله؟ ان كنت ناسيه افكرك. هلا رمزي، عملت ايه النهارده؟ بعت ولا ما بعتش في سنتك؟ لا يا دول، احنا بسم الله ما شاء الله يعني بعنا كتير قوي النهارده. بعت لك يا عم ميداليتين سكوب الدو واربعه حرف ميم وميداليه كره ارضيه، وفي خمسه اتسرقوا مني، وفي واحده واد جري وخطفها وجري. يا سلام، خمسة تسرق؟ انت كل يوم حاجة تسرق وحاجة تضيع، وانا مش فاهم. مش هات الفلوس، هات الفلوس. خد يا دولة بقى، خد يا معلم، عد وقبضني. اعد ايه؟ هم جنيه وربع، اعد فيهم ايه؟ وبعدين انت المفروض تجيب لي 140 قرش،
في كده هو 15 قرش ناقصين ازاي غير اللي اتسرق وغير اللي ضاع. ليه يا دولا؟ مش انت يا حبيبي قلت لي الميداليه اللي هي حرف ميم دي بربع جنيه والاستيوبيد دي ب 15 سخ؟ 15 سخ الاستيوبيد استيوبيد ايه بس؟ استيو اسمها اسكوبيدو. الاسكوبيدو الابيض واسود العاديه دي اساسا ب 15 ساغ، الثانيه بربع جنيه. اللي عايز بقى ميداليه الوان وينزه نفسه يدفع واحنا هنصرف عليهم ولا ايه؟ يا دولا بقى ربع جنيه من 15 قرش ما فرقتش بقى يعني. ما فرقتش ولا انت دافع حاجه من جيبك، ما انت مش داري بالدنيا ومش داري بالاسعار. يا نهار اسود ده كل حاجه ولعت يا ابني، ده رغيف العيش دلوقتي بقى بتعريفه. ايوه يا ابني تذكره الاتوبيس بقت بشيل، الحاجه الساعة بقت ب 15 قرش، أمال أنت فاكر إيه؟ الواحد مش عارف هيتجوز إزاي ولا هيكون نفسه إزاي؟ ده أنا ثروتي كلها كل ما أملك حطيته في المشروع بتاع الكرتونة اللي سلمتها لك أنت. دولا طب واللي يكبر لك المشروع دون يا عم تديله إيه بقى؟ بص يا دولا أنا ليك عندي لقمة عيش ملبن 100 100. بص ما انا مش جاي بقى مصري نون علشان العب، مش سايب انا مستقبلي في البلد بعد ما خدت دبلوم الزرايب واجه نون بقى بص في ربع جنيه من 15 سنة. لا ده انا بقى عينيا بقى على الورقه ام 5 جنيه. الجشع اللي انت بتتكلم بيه، وهنجيب ازاي بال 5 جنيه دي؟ انا هقول لك يا دولا احنا باذن الله يعني ان شاء الله احنا بس نيتنا تبقى صافيه والكرتونه دي يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهتبقى اكبر. تبقى اكبر؟ هي فكرة بس بدل ما نجيب كرتونة أكبر ما احنا ممكن نجيب كرتونة تانية قدها ونفتح الاتنين على بعض. لا يا دولة بقى ما تفتحش عينين الناس بقى علينا يا دولة علشان الضرايب. يا ابني الضرايب دلوقتي ما فيش منها مشكلة، أنا اسمع بعدين الضرايب دي مش هتسيب حد. بس انت صح يا له. بص بقى يا دولة احنا بقى بما ان يعني الحمد لله الكرتونة دي كده هون واسعة، احنا عم نجيب البضاعة دي كده هون ونقوم قاسمين الكرتونة دي كده ونجيب بقى ايه يعني بربع جنيه حرنكش، على كتكوتين كده زوانطتين، على دودتين أز بالورق بتاع التوت بتاعهم. يجوا بأكلهم يعني دود الأز. هي بص مدام كده فتحنا الكرتونة ايه رأيك نجيب شوية دوم؟ لا يا دولة انا الدوم دون ما بحبوش. ما بتحبوه؟ هو انت هتاكله ياد؟ وانت بتاكل الميداليات وكل شوية تقولي ده ضاع وده اتسرق، تاكل الميداليات ياد؟ في كرة أرضية وقفت هنا على فكرة امبارح. اطلعها لك. ميدالية بخمسة. ميدالية بخمسة. ولا يا رمزي شعري مظبوط يالا؟ مظبوط ده ولا وليد توفيق. يا ابو بدوي عايزين اثنين واحد نعناع لو سمحت يا ابو بدوي. احكي لنا بقى استاذ حلمي بتاع الاحياء عمل معاكي ايه؟ يا بنتي ده غريب، ده غريب ده يموت على روحه من الضحك. ده اصلا كل ما طول ما هو قاعد عمال يقول حاجات غريبه وبيعمل حاجات غريبه كده ويقعد يعمل كده معرفش ايه، وعايزه اقول لك انه بيقعد يكتب لي شعر ركيك عمي كده غريب مطفشني مخليني كل يوم انط من على سور المدرسه. يا هبله ما تطمني معايا يمكن تاخدي منه امتحان نص السنه. لا طبعا انا اصلا ما بحبش النجاح الرخيص، انا اصلا يوم ما افكر اني انجح لو نفسي يعني انجح هنجح بكرامتي بالبرشام اللي بكتبه بتعبي بمجهودي. لكن هو اساسا ما فيهوش مواصفات فتى احلامي. ايه هي بقى المواصفات دي؟ فيرست اوف اول ان هو يبقى طموح. طبعا سكند لازم يبقى مودرن. في سكوس يا ابني. تالت حاجه ودي اهم حاجه عايزه اقولك ان هو يبقى بريليانت. ايه ده دي بتشتم؟ انت ايش فاهمك برنس؟ عايزه برنس. ولازم يبقى وسيم طبعا. بس عايزه اقول لك ان انا ممكن استغنى عن ان هو يبقى وسيم بس على اساس ان هو لازم يبقى جذاب طبعا. مغناطيس يا معلم. سوري يا مدام يا نسى يا استاذ. بص يالا البنات الثانوي دول ايه يا عم بيت الاسرات اللي احنا داخلينه ده؟ بس دي حلوه قوي 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 شبه صفاء السبع بالظبط.